وباحث ومنسق الجمعية المغربية جسور الفن والإبداع. هذه التظاهرة اللي درناها مع جمعية مساندة المعاق، فهي جمعية تهتم بالمعاق ولكن تتماشى مع جمعيتنا جسور، لان احنا نعاون النساء اللي في وضعيه صعبه في المناطق النائيه. فهذه التظاهره جميله وجميله جدا، لان شاركوا معنا الفروع ديالنا في بزو، الفرع ديال والماس، الفرع ديال جرف الملحه، جرف ديال فحص انجره، ديال ساله، الصناعه الجلديه. هناك عده مواضيع تتعلق بالثقافه الشعبيه وبالموروث الثقافي الشفاهي الشعبي، وخاصه الصناعه التقليديه. وشكرا.